مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم السبت 19 أيلول، وبحلقتنا من مخيم مارلياس رأي فلسطيني شتات بأحداث القدس الأخيرة. معرض بيروت أرت فير، مؤتمر صحفي لتوسيع مركز ليتيسيا حاتم بأوتيل ديو وغيره من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو الشاعر الزجلي طليح حمدان، لنحكي معه أكثر عن حفل تكريمه يلي صار بعين عنوب وعودة معه إلى الزمن الجميل. إنما البداية مع أحوال طقس واتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية، أستاذ وسام أبو خشفي معنا على الخط. مرحبا. صباح النور، كيفك استاذ وسام؟ ماشي الحال الحمد لله. نحن بانتظار امطار وتغير بالطقس ابتداء من اليوم ويمكن بكره اكثر، صح؟ يعني ابتداء من ليل بكره بيتاثر لبنان بمنخفض جوي بشكل نسبي، نعم، بيؤدي لامطار وشويه عواصف رعديه. نعم. واليوم لليوم عندنا طقسنا كثير حلو، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحراره، نعم، حتى بتكون بعدها فوق معدلات الموسميه، ولبكرة كمان خلال النهار جيد، بيكون قليل الغيوم لغايه جزئيا، درجات الحرارة بتبقى كمان عالية، بتبلش بالانخفاض التدريجي بعد الظهر، بتحول الطقس بالليل لغائم، بنبلش تشهد طقسات أمطار خفيفة بعد نص ليل، على أن تقوى، يعني تبلش تقوى شوي صباح التنين. عم نحكي أمطار بأي مناطق؟ بكل مناطق؟ الأحد متفرقة بتكون، التنين إجمالا شاملة بتكون. التنين أكتر؟ ايه، التنين الصبح بتبلش. ولأي متى مستمر الطقس هيك؟ سريعة، يعني التنين ثلاثة بتخلص ماكسيموم عشية. نعم. طيب درجة الحرارة اليوم؟ لليوم مثل ما ذكرت بعدها مرتفعة على الساحل من 24 ل 33. نعم. فوق جبال من 18 ل 29. بالأرز من 15 ل 26، وبالبقى من 17 ل 35. اوكي. شكرا لك استاذ وسام. ضل بخير. يعطيك العافية وأنت كمان. مرحبا جوال. صباح الخير، وصباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. مثل العادة رح نبدأ جولة سريعة على عناوين الصحف الصادرة لليوم السبت 19 أيلول. بداية مع صحيفة النهار، خطة النفايات في معترك الانقسامات الأهلية، عون يحدد غدا موقفه النهائي من الحوار. لا مخرج للترقيات العسكرية عشية التمديد لمدير المخابرات. قهوجي أولوية الجيش الحفاظ على الاستقرار ومصالح اللبنانيين. ضمن محليات النهار، المحكمة والجديد، المحطة بريئة وكرمة مذنبة. جوني هاشم جائزتان دوليتان وسعتا طموحاته. البنتاغون يجدد التنسيق مع موسكو متزامنا مع انتقال سياسي في سوريا. واشنطن بدأت تطبيق الاتفاق النووي الإيراني وعينت منسقا له. فرنسا تقترح مجموعة دعم دولية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وختاما كتب لليوم المطران جورج خضر بافتتاحية النهار، نحو وحدتنا الإنسانية. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، رئاسة لبنان تحسمها حرب المحمدين في اليمن. عون والحريري محاصران، والرياض تبارك الاندفاع الروسية. واشنطن تكسر القطيعة العسكرية مع موسكو، هزم داعش والانتقال السياسي في سوريا متوازيان. المحكمة تبرئ الجديد وتدين خياط جزئياً. أخيرا ضمن عناوين السفير، المخيمات في دائرة الخطر، سباق بين التهدئة والتفجير. تابع مع عناوين صحيفة الحياة، بوتين يدرس إرسال قوات واتصال طويل بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي. واشنطن وموسكو لمحاربة داعش وتفادي الاشتباك الجوي. كرواتيا لن تستقبل المزيد، وسلوفانيا توقف رحلات القطارات، وهنغاريا تتحصن، سفر برلك السوري يواجه سياجا أوروبيا. التحالف يقصف تعزيزات للحوثيين وموسكو تتوسط. وختاما بالحياة، هجوم فاشل لداعش على مطار طرابلس. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل، خطة شهيب، الضوء الأخضر يتقدم على الأحمر.
نقاش جدي بين بري وابو صعب حول الترقيات، وعون يسعى الى سله كامله. خادم الحرمين يبحث والعاهل الاردني التصعيد الاسرائيلي الخطير في الاقصى، صلاه تحد في شوارع القدس. محادثات عسكريه امريكيه روسيه، لا داعش ولا الاسد. اللاجئون، ألمانيا تهدد بالأغلبية في بروكسل. الجنرال سليماني، أمريكا أخفقت في شطب حزب الله. الزبداني ترسم خطها الأحمر في وجه حزب الله. وأخيرا كتب لليون بول شاول، قناعان لوجه واحد. من المستقبل إلى الأنوار قهوجي، مديرية المخابرات تعتبر العين الساهرة على سلامة الوطن. موافقة البلديات على خطة المطامر تصطدم برفض الأهالي. كاري، محادثات عسكرية قريبة مع موسكو حول سوريا. الشرطة التركية تتصدى للمهاجرين السوريين على حدود اليونان. القوات اليمنية تواصل تقدمها، واشتباكات عنيفة عند سد مأرب. وختاما كتب لليوم رفيق خوري، معادلة أوباما ومجاسفة بوتين. من الأنوار إلى اللواء، خطة النفايات تتقدم ومسار الترقيات يتعثر. وزراء سليمان يعارضون إقحام السياسة بالجيش، وحزب الله لا يرى حلحلة حكومية بدون إرضاء عون. السعودية تحذر من استغلال المناسبة لأغراض سياسية. مليونا مسلم يتجمعون في مكة المكرمة لبدء مناسك الحاج. الفلسطينيون تحدوا الإجراءات الإسرائيلية وصلوا في الأقصى. محادثات عسكرية روسية أمريكية لتجنب الصدام في سوريا. واشنطن بدأت التركيز على تطبيق الاتفاق النووي مع إيران. وختاما كتب لليوم أحمد الغز بافتتاحية اللواء، بيروت ليست قرية وسوليدار قلب لبنان. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، والعنوان العريض لليوم تفعيل الحكومة ينتظر ترقية العمداء، وعون يلوح بمقاطعة الحوار. بري خائف على الصورة، ذاكرة الرابي أقوى. مكب برج حمود والتسوية المعيبة. أيضا بالبلد، كنعان يجول على مراحل مشروع الصرف الصحي في المتن. تنسيق أمريكي روسي بشأن سوريا. وختاما العنوان العريض لليوم بالصورة، عبور شرعي. بترجمة العناوين صحيفة ديلي ستار، ناشطون يؤكدون أن فتح مطمر الناعمة لمدة أسبوع سيؤدي إلى أسوأ شهرين في إلقاء النفايات. وختاما روسيا ترسل طائرات لسوريا. أيضا بترجمة العناوين صحيفة لوريون لوجور، البداية مع الملف السوري، هل يقبل الأمريكيون بعرض موسكو؟ ساحات المساجد، خط الجبهات. تبرئة الجديد وخياط مذنبة في إعاقة العدالة. وختاما لبنان هو الأغلى في المنطقة من حيث التعرفة الخلوية. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق، قهوجي، أولوية الجيش الحفاظ على الاستقرار. زعران الحراك يتعرضون لرند بري. حلحلة في ملف النفايات. وأيضا بالشرق، محمد بن نايف، سنواجه أي تصرف يعكر صفو الحاج. موسكو، نقاتل في سوريا إذا طلب الأسد. باكستان، مقتل 30 بهجوم على قاعدة جوية. أوباما يرحب بالمحادثات العسكرية مع روسيا حول سوريا. وختاما كتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق، الدور الأمريكي في الأزمة السورية. من الشرق إلى الشرق الأوسط، بانكيمون للشرق الأوسط، العالم سيكون أكثر دموية من دون الأمم المتحدة. الأمين العام للمنظمة الدولية أكد أنه يثمن العمل مع السعودية لمعالجة مشاكل المنطقة. بينهم سيف العدل، مسؤول العمليات العسكرية. صفقة طهران السرية مع القاعدة
إطلاق 5 قيادات كبار مقابل دبلوماسي. محافظ الشبوة: الوجود الحوثي في المحافظة لا يحتاج إلى قوة كبيرة للقضاء عليه، التحام جبهات مأرب يربك الحوثيين وطيران التحالف يعزل صنعاء. وختاما بالشرق الأوسط: الجهة المنظمة قالت إنه يجسد جنوح العاصمة البريطانية للغرابة، جدل في لندن بعد نقل أسبوع الموضة إلى مرآب للسيارات. من الشرق الأوسط إلى عناوين صحيفة الأخبار: إدانة خنفشارية للخياط، أو إدانة خنفشارية للخياط. مناطق الاشتباك من نافذة المصالح الاقتصادية. ومن الأخبار ختام جولتنا بتكون مع عناوين صحيفة الجمهورية: التيار لا قرار بعد بمقاطعة الحوار، مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع جحيم من نوع آخر، التقاء بين الروس والأمريكيين على مواجهة داعش. وعنوان الصورة لليوم حملت، أو عنوان الصورة هو الخطة نحو غطاء شعبي. مع هالصورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا، من بعد أبرز المواعيد السقفية مع جوال. قبل ما نعلن عن ابرز المواعيد الثقافيه والفنيه اللي عم بتصير بالمناطق اللبنانيه، رح نبدا بخبر تشجيعي جدا وايجابي للسينما اللبنانيه وصناعه السينما بلبنان، حيث اعلن وزير الثقافه ريمون عريجي ترشيح فيلم وينون رسميا من قبل الوزاره لتمثيل لبنان بحفل جوائز الاوسكار العالميه 88 عن فئه افضل فيلم اجنبي. حصل الفيلم على 11 جائزه خلال جولاته على المهرجانات بمختلف بلدان العالم، وكانت جامعه سيده لويزه بالتعاون مع مؤسسه أميل شاهين لنشر الثقافة السينمائية دعموا إنتاج الفيلم يلي كتبه جورج خباز وأخرجه 7 مخرجين من خريجات وخريجي الجامعة. ومثل ما الكل بيعرف انه الفيلم انعرض بالصالات اللبنانيه واخذ استحسان كثير كبير عند الجمهور، وبيحكي عن قضيه المخفيين قسرا خلال الحرب اللبنانيه. عدد من الممثلين شاركوا بالفيلم مثل لطيفه وانطون ملتقى، كارمن لبوس، نداء ابو فرحات، تقلا شمعون، ديامان ابو عبود يلي حصلت على جائزه افضل ممثله، كارمن لبوس، ذكرنا كارمن فازا، ليليان نمري، طلال جردي وغيرهم. واكيد بنتمنى التوفيق للفيلم بالدوره 88 للاوسكار. نازلين نشحد، نازلين نشحد بي، بحق لي ما انزل، اصلا ما تعرفي شو بحق لي وشو ما بحق لي. قلت لي طالع الضيعة تعيد معي، ليه ما جيت؟ ليه ما جيت؟ شاطرين بس يسبوا بعضهم على التلفزيونات كرمال القصص بلا طعمه، والامات اللي محروق قلبها على اولادها عمرها ما ترجع. ردي لي ابني يا عطرة. نتابع مع اخبارنا. المديريه العامه للاثار بتنظم عمل ثقافي بنقدر من خلاله نتعرف على اثار بلادنا. البدايه منصور، حيث رح بيتم عرض اثار منصور من خلال كرفان خاص رح ينطلق من امام المتحف الوطني على انه يوصل على ساحه لمتين ب 19 تشرين الاول، وليوم واحد فقط من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 5 بعد الظهر. ومحطات اخرى رح بيكون الكرفان عم بيزورها. بنعلن عنها تباعا ببرنامجنا على انه ترجع تنتقل هالنشاط ينتقل الى مناطق اخرى. بيروت او ديسكفر بيروت باي بايك عنوان النشاط اللي بتنظمه مؤسسه جبران تويني، واللي بتدعي من خلاله الى المشاركه المجانيه على الدراجات الهوائيه لنكتشف اكثر مناطق وشوارع بيروت. فيكم تستعملوا الدراجه الهوائيه الخاصه فيكم، واذا لا الدراجات الهوائيه مؤمنه. الموعد ب 27 الشهر الساعة 8 التجمع من أمام مبنى النهار على أنه تنطلق الجولة ابتداء من الساعة 10 صباحا. بمناسبة عيد مار منصور، احتفالات وكرمس ومحطات خاصة للولاد مع أنا سعد. اليوم السبت 26 شهر سهرة غنائية مع الفنان دومة خوري، وبكرة الأحد ريسيتال ديني مع نبيها يزبك، بالإضافة إلى حفلة كاراوكي. فإذا هذا الأسبوع اللي جاي مزبوط، سبت وأحد اللي جايين 26-27 شهر بنشوف أنا سعد. Je suis là pour toi, pour t'entourer de joie, c'est Anna.
pour t'amuser, danser à tes côtés. C'est Anna, tu n'as qu'à faire comme moi. Tu remarqueras une immense joie. Je suis là pour toi, pour t'entourer de joie. C'est Anna, pour t'amuser, danser à tes côtés. C'est Anna. عنتر وعبلة عمل أوبرا جديد باللغة العربية عم بتم التحضير له مع المايسترو مارون الراعي مؤسس برنامج إنتاج الأوبرا بالكونسرفاتوار الوطني وكاتب السيناريو رح بيكون الكاتب أنطوان معلوف. فنانين كتار رح بيشاركوا بهالعمل من بيناتهم غسان صليبة لارا جو خضار، والعرض الأول رح بيكون بكانون الثاني بالكونسرت هول برج خليفة بدبي على أنه يتم عرضه بلبنان ب 19 كانون الثاني. منشوف بعض مشاهد من التمرينات. ودعينا بنت عبس تسلموني بارد طيب. نتابع مع أخبارنا. سيلف أنفينيشد هو عمل تم إنتاجه أول مرة عام 1998، والفكرة لروي إكزافيي أو إكزافيي لروي عفوا. هالعمل رح يتم إعادة عرضه ب 29 أيلول الساعة 8 المساء على خشبة مسرح المدينة. رح اختم بخبر اخير نهار الثلاثاء المقبل، ومثل كل نهار ثلاثاء نحن على موعد مع اغاني زمن الجميل بامسيه بعنوان ايام الليره، اغاني لصباح، سميره توفيق، نصر شمس الدين، فيروز وغيرهم بالبيسترو بار بالحمرة. وعم نشوف ونسمع من سيده فيروز. رح ننتقل عن جوال، بس قبل بذكركم مع زميلتنا وردي ضمن المجالس، لا ضمن صالون السبت، ببلش على الساعة 8:30 عبر إذاعة الشرق، وضيفة لليوم النائب غازي يوسف والرأي العام. أحوال الطرقات مع جوال. ننتقل مباشرة لغرفة التحكم للمرور، اليوم معنا على الخط المعاون توني بشعلاني. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. يعطيكم ألف عافية، تفضل. وإلكم كمان. نعم، بالنسبة لحركة المرور مثل كل يوم سبت حركة صباحية خفيفة. بنبدأ بمدخل بيروت الجنوبي يلي عم يشهد حركة ناشطة على مثلث خلدي باتجاه أنفاق المطار والأذيع الجناح. المدخل الشمالي حركة بعد طبيعية لناشطة ضمن جوني من الكازينو مرورا بنهر الكلب دبي نهر الموت دون أي عوائق أو توقف للسير.
المدخل الجبلي حركة طبيعية، عنا شوية توقف للسير بين صوفر وساحة بحمدون بسبب ضيق الطريق بالمحلة والأشغال المستمرة تمهيدا لإقامة نفق لتخفيف الضغط الصباحي. بولفار سن الفيل حركة طبيعية باتجاه الصالومة الحايك جسر الواطي. ضمن العاصمة بيروت كورنيش المزرعة البربير، المتحف العدلية والمدينة الرياضية الكولا وسليم سلام الوسط، كذلك واجهة بيروت البحرية بعد الحركة الصباحية ناشطة دون أي توقف. بشكل عام هيدا كل شيء عن وضع السير. نعم. بالنسبة للحوادث يلي تسجلت بهال 24 ساعة وسببت بجرحة، عددها 4، موزعين 2 صدم بطبية وبيت شباب جريحين، اصطدام 2 بصيدا وبجوني جريحين، أكيد بالإضافة لعدد من الحوادث يلي اقتصرت أضرارها على الماديات. نعم. اليوم وبكرة رح تكون طريق بدار مسكرة. نعم. ما رح يتحول السير؟ نعم، ما فدونا عن أي تحويل للسير بالبقى. لأنه في مهرجان اليوم وبكرة. نعم صح، لحديت هلأ ما فدونا عن أي تحول أو أي إجراءات أمنية للسير، أكيد صباحا غدا صباحا بيفدوكم بهالشي. نعم. إذا ما نحكي عن أشغال، بالنسبة للأشغال مبدئيا في أعمال تمديد كابلات كهربائية لليوم الثالث والأخير على طريق عام الجمهور، يعني طريق الشام الدولية بعد جاليري متى صعودا، وأكيد تلافيا لعرقلة السير وإزعاج المواطنين وعدم حصول أي ضغط بالمحلة، عم بيتم تنفيذ الأشغال خلال فترة الليل، يعني بعد الساعة 10 بالليل لغاية الساعة 5 الصبح. نعم. وأكيد بدورنا بنتمنى من كل يلي بده يسلك هالطريق التأيد بإشارات السير الموضوعة بالمكان تسهيلا لحركة السير. كان في أشغال كمان على طريق النقاش، لأي متى رح تبقى؟ هودي خلصوا منا، كانوا مبارح ليوم واحد كانت الأشغال انتهوا منا، بس مبدئيا بس الأشغال اللي فدونا عنا اليوم الأخير هي بس هيدي اللي على طريق الجمهور. نعم. معاون توني بشعلان، نحن بنرجع نتمنى لكم نهار حلو، بكرة أكيد نرجع بنحكيكم للمزيد من التفاصيل. شكرا لكم. فاصل جديد بحلقتنا ومن بعدها بنرجع، خليكم معنا. يا سياف ويا رماح في عنا عينين ملاح، حاجم عبي حاله زي ميل سيوف وميل رماح، حاجم عبي حاله زي للقد الشاعر غنى البلبل رد، فاح العطر وما للقد الشاعر غنى البلبل رد، وخد وغصن وتفاحين وغصنين وتفاح، وخد وخدين وغصن وتفاح، طلع نجم سهيل بعيوني بجن الميل، بدر وليل ومصباحين ومصباح وبدر، لأنه في عنده ظرف استثنائي. الشاعر طليع حمدان بيكون ضيفنا بأول الحلقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ طليع. كنا عم نشوف مشاهد سبق وقدمتوها ببرنامج تلفزيوني على تلفزيون لبنان، ونحن معك انت بنكسر كل المقاييس بالبرنامج يعني ومنغير كل القواعد. اهلا وسهلا فيك. رح بيتم تكريمك بقاعه البلده بعين عنوب بكره، ورح بيصير في ازاحه ستاره عن تمثال لك. بالبدايه خليني بلش من هون قبل ما نحكي بتفاصيل الزجل يلي نحن هون بالبرنامج كلنا بنحبه يعني، بس قد ايه بيعني لك التكريم استاذ طليع؟ بيعني لي في ناس بعد، في ناس فيهم وفى وبيحسوا بالشاعر وبيكرموا، وانا التمثال ما كانش ببالي يعني، بس
بلديتنا بجبل والناس الطيبين والمحبين قالوا لازم نعمل تمثال لطبيعي. نحتوا التمثال الحفار العبقري الكبير عساف عساف. نعم. وركبوا التمثال بساحة الضيعة وبكرة الساعة 12 عند الظهر إزاحة الستار عنه. شفتوا للتمثال؟ شفتوا للتمثال؟ طبعا شفته. إيه شو رأيك؟ تمثال حلو كتير، مش لأنه قولي لأنه النحات فنان. طيب قديش رح تقول قصيدة بالمناسبة؟ طبعا. بدك تقلنا شيء منها ولا لا؟ لا أديك خليها لو بكرة. طيب هلا شو بدك تقلنا؟ قلنا غير شيء. بدي أقول صبحين أنتو صبحين أنتو يا ورد فواح فاح وهلق خيالي بين صبح وصبح لاح كلمة صباح الخير حلوة للدنيا وبتصير أحلى بين أخبار الصباح. شو حلو يسلمك النهار. هيدا متى حضرتها؟ هلأ ما حضرت شي لجوال وجوال؟ اثنين؟ هلأ حضر لنا شي. ما أنا قلت لكم صبحين ما بكفي. بلا بكفي. في أحلى من الصبح؟ طيب كنا هلأ عم نحضر المشاهد اللي شفناها، قلت لنا شو حلوين هالأيام وبضحكوا الكلمات. نعم. الزجل يعني حلو لدرجة إنه بضحك. طبعاً الزجل إذا ما كان مثل البستان فيه من كل الفواكه ومن كل الأزهار بيطلعش حلو. شعر وجداني على الحل. في ناس بيحبوه، بس في ناس بيحبوا النكتة، ناس بيحبوا المرجلة، ناس بيحبوا الحماس، ناس بيحبوا الغزل. المنبر بده يكون فيه من كل الألوان تيرضي الناس. أستاذ صليح كيف بلشت بالشعر والزجل؟ أنا ضيعتي اسمها عين عنوب. عين عنوب انشهرت بعيون المي وبالشعراء. كانوا بيك الزمان كلهم يغنوا عنا بعينوب، يعني كانوا من زمان ما يصير في عرس أو في مأتم بعيد من هوني إلا يكون في شعراء من الضيعة عم يحكوا هيدا ردي وهيدا ندبي وهيدا هكا. وأنا وعيت على هالمناخ هيك الشاعري. وعيت على عين الصغيرة والجوزات ومنظر حلو كتير كان. ربيت بهالمناخ هيدا وهيك بلشت. قد ايه كان عمرك وقتها طلعت على المسرح أول مرة؟ كان عمري 22 سنة. بس أنا وبالمدرسة كنت غني. كنت غني بيتنا تحت المدرسة في عنا شجرة أكيديني كان. انزل عن الظهر أو في الساعة 10 اطلع سير غني. يسمعني الاستاذ الياس عزار وشفيق فرج. مين كان عم بيغني؟ قل لهم انا. ما يقبلوا الا غني لهم. اه فكرتي قصصوك مثلا؟ لا لا اعوذ بالله ابدا، يعني كانوا يحبوا الشعر. طيب الزجل قايم على التحدي بين الشعراء، كيف بيكون الجو؟ يعني مثلا انت اوقات مزبوط يمكن بتعصب من اللي مقابلك؟ في تحدي الان. طبعا لازم اعصب منه. بس لما تخلص الحفلة إذا كنا بنحب بعضنا بنبسط ببعضنا إنه غنينا اثنين. وإذا ما بتحبوا بعض؟ طبعاً. بنزلك لبعضنا. بنزلك لبعضنا صح. طيب خلينا نرجع نشوف كمان مشاهد من يلي الحفلات اللي قدمتها سابقاً. نعم. كتر خيرك يا الله اللي ربيته راح. هدم بيتي وما خلى إلا المفتاح. هدم بيتي وما خلى. عمر المهر تعلى وسيفي ذبح وما بيذبح قلبي الا الجفن المذبوح. رحتيني يا اموره وقلتي لي روح وباقي عيوني صوره بقلبي المجروح. الزلبك تيلمك احباب النهر دنك لف فيه بكمك ما عمرو شهر ودنك. لا تخلي الزهر يشمك بمروج الزهر بتسع يجرح لك تمك عطر البيفوح. باقي من
وادوار حرب. انوار وحرام الله. طبعا شفنا هالحفله مع زين شعيب وادوار حرب الله يرحمهم، وكمان هيك رجعت تذكرت الايام الحلوه وقلت لنا انه كانت حلوه هالايام، اختلفت هلا الايام؟ المنبر الزجل اختلف؟ طبعا بعد في ناس بيحبوا الشعر كثير وعم يطلع شعراء جداد، بس الايام كانت بريئه، الناس كان لبنان هادي، غير لون وغير طبيعه. هلا يعني منيح بعدنا عم نغني لو ما الناس بيحبوا هاللون. كيف رضاك؟ بيحبوا الشعر الحلو، ما كناش بعدنا. يعني في ناس برايك بعدها بتتذوق الشعر؟ اكيد اكيد في كثير، اكيد هيك. طيب والشعراء كيف رضاك عليهم الشعراء اللي هلا بيطلعوا جداد؟ والله فيهم كم شاعر حلوين. في من كل لبنان. سمي لي طيب. سمي لك. في مازن غنام. في شربي الكاملي، في سالم غانم شاعر حلو كتير، في عم يطلع بضل يطلع. يعني لبنان أرض المواهب، بس يتركوها يتركوها تنبت يعني. نعم. عم تروح تحضر أمسيات زجلية؟ عن مساقبي يعني، إذا في شي حفلة يعني بحب عم يغنوا فيها بروح. المواضيع من قبل لليوم تغيرت أكيد. شو كانت ابرز المواضيع وقت اللي كنا بدنا نقول يعني يمكن من 40 سنه، ابرز المواضيع شو كانت؟ المراه تطرحوا الغزل. المراه ولم تزال المراه موضوع كل زمان وكل جيل، بس كانوا المواضيع بهيك الزمان المرجلي والجواب القاسي على المنبر يغنوا مع بعضهم كانوا، والجواب المحكم. اليوم زمان، في زمان الصورة وزمان النحت أكثر من الماضي، لأنه كل جيل بدك تحكي بلغته حتى تنجح. يعني هلا بدك تلحق الزمن مثل ما بيقولوا. طبعاً هيك طبعاً. شو لغت هيدا الجيل هلا؟ لغت الجيل بدك تحكي معه شو عم بيصير بهالبلاد وشو مستقبل هالبلاد وكيف بدنا نحكي على الحياة. شاعر عن شاعر بيختلف امامك على المنبر؟ يعني لما يكون في شاعر بتعرفه بترتاح له، غير ما يكون في شاعر بركي ما بتعرفه، مش ملتقي فيه، مش مغنى انت وياه قبل، هالموضوع بيأثر؟ اكيد بيأثر، اللي ما بعرفه بخليني اكون على حذر منه، بس اللي بعرفه بعرفه. كيف يعني على حذر منه؟ يعني انا بعدني مش ساعمه، ما بعرف شو نفسيته. ايه بدي يكون على حذر منه اكيد. طب في حدا يعني في استفزاز بالزجل؟ طبعا في. مين كان يستفزك اكثر شيء؟ كنت انا وزين شعيب الله يرحمك يا زين، وادوار حرب، وزارول دمور الله يطول عمره وحبيبنا ومربينا الزغلول، كنا شوقه حلوه كثير. كانوا الناس ينطرونا لو الساعة 3 بدي غني انا وزين شعيب، لو الساعة 3 بعد نص الليل يضلوا ناطرين. ناطرين بدي غني انا وزين شعيب. تعودوا عليكم. نعم. طيب خلينا نرجع نسمع كمان من الايام. يلا. صورة او هوية واسمك وعنوان ومأمور يكتب والورق عطشان. صورة وهوية واسمك وعنوان ومأمور يكتب والورق عطشان، بيجوز فيهن على حدود تجوز، لكن ما فيهن يعملوا إنسان. ومهما غرمت برسمك المعزوز، ومهما غرمت برسمك المعزوز، الإنسان هو صرخة الوجدان، وصورة ما بتعمر حجر مهزوز، صوت المهدل شيد الأمراض. ولبنان بصوت العدل بيفوز، مش بالصوار
بالبيت والدكان. من كتر ما منك صور مدروز فزعنا علينا يهبطوا الحيطان. لبنان لبنان كأصوات ليلى وروز وجيران راحوا يعزموا جيران. جيران لبنان فيروز العطتنا كنوز هالجوهرة الحنية لها اتجان. لبنان فيروز العطتنا كنوز هالجوهرة الحنية لها اتجان. هالقد يا فيروز ما بيجوز عنا تصيري بعتمة النسيان. صوتك إلو التكريم ما بيعوز بالمثلك بيتكرموا الأوطان. هالقد يا فيروز ما بيجوز عنا تصيري بعتمة النسيان. صوتك إلو التكريم ما بيعوز بالمثلك بيتكرموا الأوطان. يا كم زنبك بالندي مدروز يعني. على حن صوتك نسلوا الخيطان. يا خبز روحي عالطهر مخبوز منه طعم كونه بقي جوعان. يا صوت لوحله علب تموز يا صيف دافي يا شتي ألحان. بحبك الرمان زهر وكوس صوتك لأنه فقفقة رمان. مخبز روحي عالطهر مخبوز منه طعم كونه بقي جوعان. يا صوت لوح له عنب تموز يا صيف دافي يا شتي الحان. بحبك الرمال زهر الكوز صوتك لأنه فقفقت رمان. بحمل لأجلك مسبحة فيروز هتغار مني مسبحة مرجان. انت مثل لبنان يا فيروز لبنان تاني منين رح يخلق ومثلك منين بيخلق بلبنان. حلو شو حلو. نعم روعة روعة ما بينوصف عن جد. بعدك تتذكرها للقصيدة؟ ايه طبعا تتذكر القصايد اللي بتقولها وال... طبعا مش كلها بس هي قصيدة بعضهم بيطلبوها مني على المنابر بكون عم غني بأغلب الحفلات. سمعنا فيروز على طول. اها نعم. بعدك حافظ الكلمات يعني؟ ايه طبعا. شو كانت مناسبتها أول مرة؟ كنا عم غني على التلفزيون بحفلة أنا والشباب. عم غني أنا والياس داغر بين الاسم والصوت بين الصورة والصوت. أنا عم دافع عن الصوت والياس عم دافع عن الصورة. كان حوار حلو كتير. مين ربح؟ الشعر. حلو كتير. هيك بتحطوا مواضيع؟ بتحطوا مواضيع؟ أكيد هيك أكيد خصوصي على التلفزيون. التلفزيون لو التلفزيون غير المنبر بده موضوع معين طبعا بشد الجمهور اكثر يمكن. اكيد اكيد. استاذ طاليا شو يعني ارتجال؟ لما نقول الزجل الارتجالي يعني بيكون في محور وبتتفقوا على المحور الاساسي وبتطلع القصيده ارتجاليه هيك بتصير؟ الارتجالي يعني اللي حاضر بكل ساعه يرتجل بيغني. يعني احيانا نحن كثير مرقت على نكون على المنابر يطلع واحد مدهي الناس يتحدانا بقصيدة. شو عرفنا انه هو جاي من الناس؟ من الناس. مرة طلع واحد كمان هيك قال بدي يقول قصيدة. قعد على المنبر وبلش تحدي الي انا. كتبوا بالبيت 7-8 ردات وانا كشفته من اول ما جاوبته اول جواب انا. طلع بعيد كثير عني. عرفت انه كتبوا بالبيت. صار كل ما غنى لي رد يجاوبه بلحظه. بالاخير نزل وقال لي بعتذر منك انا. هذا الارتجالي. بس هيدول القصص يلي بتصير بالحفلات حلوه. طبعا طبعا هيك اكيد هيك. بتعطي دفع اكثر انه الواحد يقول الشعر اكيد هيك اكيد. استاذ طالع عندك 4 اولاد الله يخلي لك اياهم بنتين وشابين. نعم. ذكرت انه بحبوا الشعر. نعم. بس عندك بنتك هي اللي بتقول شعر اكثر اسمها داليا.
اسمها داليا بنت سحر. بنت سحر. عندي أربع أولاد وأمهم سلوى. خلي لك إياهم كلهم. هي أساس البيت. طول بعمرك. الله يخليكي. أولادي شادي وزينة وصحر وخزام صبي صغير. بس بنتها لسحر. سحر عندها بنت اسمها داليا وبنت اسمها جوال. كمان؟ داليا شاعرة كبيرة. إلى قصايد حلوين كتير كتير. وعندهم خي اسمه ريان. بتسمعك ياهم للقصائد؟ طبعا طبعا سمعني. قد ايه عمرها؟ داليا هلق عمرها شي 20-21 سنة. بس مهمة. هي شهادة يعني؟ ايه طبعا. هي شهادة. طيب شو بتقول لها؟ كيف بتصلح لها؟ بتعطيها مواضيع تحكي عنها أكثر من مواضيع تانية؟ قلت لها لمعلمي وصفي لي غرفتك. كتبت موضوع انشاء والله كأن روح جبران بين الكلمات. وقصايد كتبت عيد الاستقلال قصيدة حلوة كتير مش حافظت كلماتها. عملت قصيدة حوار بين النملة والإنسان بيخطرش عبال حدا. وبعدها يعني بقول لها أنا جد ألتهي بمدرستك بالشعر. أستاذ طليع، كيف الشاعر بيطور موهبته؟ يعني بنعرف أنه الشعر موهبة ما فيك تعلمه لحدا، بس أكيد فيك تطورها لهي الموهبة. كيف؟ إلا ما القصيدة تجعلك دماغك وراسك وتنحتيها ما بتكون قصيدة. ما احتران أحيانا ممكن تجي القصيدة عفوية هيك بلحظة تطلع قصيدة حلوة كتير، بس بدون تعب وبدون ضنا روحي وضنا فكري الشعر ما بيحلى. شو أكثر قصيدة معذبتك؟ قولي لي في شيء قصيدة معذبتك؟ كله عذبك؟ طبعا طبعا طبعا، لأنه الواحد يصير مسؤول عن كلمته. لما بينشهر بلون إذا بيرجع عن هاللون أحسن يقعد ببيته ويقول أنا خلص بكفوني. مهم الصوت عند الشعر المنبري. الصوت بالنسبة يمكن أنت هاي كمان كانت نقطة كتير بارزة عندك. الصوت بالنسبة للشعر مثل النسيم للعطر. العطر بده نسيم ياخده تنشم ريحته. ايه، والشاعر بده صوت حلو. مش معناها اذا كان صوته مش حلو الانسان بطل شاعر. زين شعيب كان عنده القى بجنن ومثله وطار. الصوت حلو كتير مثل ما قلنا للشعر، بينقلوا للناس مثل النسيم للعطر. بس هالناس عم تسمعني اذا عم بحكي شعر بلا طعمه بحش يعني لا شيء صوتي، ما بيعود يعني لا شيء صوتي. الشعر الاساس. تحكي كثير عن زين شعيب حضرتك. نعم. بتحبه؟ زين مربينا وبحبه وبحبني كثير، حرام الله يرحمه. طيب بدنا نسمع بعد شيء بنرجع نكفي حديثنا. أوف بحياة عينيك اللي بحبوني بيروت هاتي للنظر موني. بحياة عينيك اللي بحبوني بيروت هاتي للنظر موني. من بيوتك ومن شطك المحرور الصاخ اندفى مش صاخ مسحور. لما الشمس حضن الغياب تزور بتوشوش الموجات بليوني. عندي بحر بيروت احلى بحور هوني على هالشط خلوني. لما الشمس حضن الغياب تزور بتوشوش الموجات بليوني. عندي بحر بيروت احلى بحور عوني على الشط خلوني. وقبال عينيكي الجبل مغمور بوحدة وطن
وعليه بتموني رجعوا سواب زيت الحواض زهور شيخة جليلي وراهبي رجعوا سواب زيت الحواض زهور شيخة جليلي وراهبي اوقوني ومنه عسهل بقاعنا المنظور وعشمالنا العملاق دلوني ومن عشطروت جبيل بالمنتور دمع على بنت جبيل ودوني سهل بقانا المنظور عشمالنا العملاق دلوني ومن عشطروت جبيل بالمنتور دمع على بنت جبيل ودوني هونيك هونيك بهدا عالشجر عصفور ولو خيروني شو بيعطوني تراب الجنوبي او بنات الحور بشم التراب وما يشموني هونيك بهدا هونيك برجع للشجر عصفور لو خيروني شو بيعطوني اطراب الجنوبي او بنات الحور بشم التراب ولا يشموني بحلف الك يا جنوبنا المشهور بضياعك الهني بيعرفوني عحبوب جوهر شعشعوا بالنور فضلت فيك حبوب زيتوني بأرضك زرعني وأول الديفور إيديك خليهم يقطفوني وبقبل إذا بصفي غصن مكسور ولا إن تخسر غصن ليموني عندك زرعني وأول الديفور إيديك خليهم يقطفوني وبقبل إذا بصفي غصن مكسور ولأن تخسر غصن ليموني مش أنت وحدك يا بطل محصور بحياة أجمل شط صيدوني لو راح طفلي عن شواطي صور بتبكي عليها اختها بجوني مشينت وحدك يا بطل محصور بحياة أجمل شط صيدوني لو راح استاذ طليع قدي صار لك مجتمعون من زمان مجتمعون عندك ياهن الأرشيف موجود يمكن مش متأكد منها طيب بتسمع حفلاتك يعني أوقات بتشتاق تسمع يلي كنت ليه مش شتي هيك بكون ما عندي شيء شغلات بقعد بسمع لقيناك هلأ متأثر كتير لأنه ذكريات حلوين هودي بالفعل هيك زمان بعد برجع هيك أيام صلي ان شاء الله yeah. رح نرجع نذكر بالتكريم يلي رح يصير بكره ببلدتك بعين عنوب نعم. ورح بيتم ازاحه ستار عن تمثال لك اي ساعه الساعه 12 الظهر الظهر اي نعم وان شاء الله ما بيلبق لك غير تكريم طول عمرك يا جوال يعني الله اقل شيء ممكن يصير تكريم لك ببلدتك بدك تختم بشيء بقصيده بدي اقول لبستي ثياب منقطه ومعطره قلت لها من وين هاللبس انشرى قالت جلد نمر اشتريته مسطره لما لبسته صار بده المغفره
لا تخاف منه، هات غمرة صغيرة، الستات بتخلي النمور مغيرة، الجلد على جسم النمر بيفزع كتير، بيدوبك تدويب على جسم المرأة. حلو كتير حلو. بعد في شيء؟ لا بكفي، الله يخليك. طيب خلينا نرجع نقول انه بشكل استثنائي لانه عندك ظرف خاص. نعم. استاذ طليع طلعت معنا باول الحلقة ونحن بنشكر وقتك وبنشكر حضورك معنا. الله يخلينا اياكم يا رب، واهلا وسهلا فيك. بكره التكريم رح بيصير برعايه النائب وليد جملاط يلي بنوجه له تحيه، وان شاء الله كمان بنسمع عن تكريمات جديده لك ويطول عمرك يا رب. اهلا وسهلا لجوال ولجوال. اهلا وسهلا فيك. نحن رح توقف مع فاصل، من بعده متابع اخبار صباح، خليكن معنا. اما هلا رح ننتقل لاوتيل جو لنتابع المؤتمر الصحافي للاعلان عن مشروع توسيع مركز ليتيسيا حاتم الخاص بالعلاج الفيزيائي وتقويم النطق لكافه الفئات العمريه. تفاصيل اكثر عن هالمؤتمر والمركز منتبعها سوا بهالتقرير. داخل إحدى قاعات مستشفى أوتيل ديون عقد مؤتمر صحفي أعلن من خلاله عن مشروع إنساني بدأ بشكل شخصي فأصبح جماعي. الإعلان هو عن توسيع مشروع مركز ليتيسيا حاتم للتأهيل. المركز يلي بدأ من 3 سنين ب 400 متر توسعت مساحته وتطور وأصبح 1000 متر، بيشمل حديقة كبيرة ومسبح خاص رح يبصر النور بعد سنة. هي خطوة مهمة لأنه بتدخل بالبرنامج التطويري لأوتيل ديو، وهذا البرنامج يلي مقرر من عدة سنوات وعم نطبقه بمرحلة وراء مرحلة، وخاصة الطب الفيزيائي هو صار ضرورة ملحة حتى نطوره. هو سنتر إعادة تأهيل، يعني عنا علاج فيزيائي، عنا علاج انشغالي، عنا علاج حسي حركي، عنا علاج النطق الأرتوفوني، وهول كلهم بيفوتوا بإعادة تأهيل. يمكن واحد عنده مثلا شلل دماغي أو شلل جاي من أكسيدان سيارة أو أكسيدان بالعمود الفقري أو فالج، وكل هول بيفوتوا بالتريتمنت تبعه. أكيد المشوار طويل وعندنا مهام كتير صعبة قدامنا لحتى نوصل لهالمستوى، بس بدنا الأطفال يلي بلبنان حاجة لريهابليتيشن كير يكون هالعلاج موجود، لأنه مش كل الناس تقدر تحمل حالها وتفل لبرا من ناحية الإمكانيات، من ناحية العلة يكون عندها علاقة معينة تقدر تسمح لهم يروحوا. مركز ليتيسيا حاتم بيقدم علاج فيزيائي وعلاج انشغالي وتقويم النطق إلى كافة الفئات العمرية بما فيهم الأطفال، وهالمشروع طبق بالتعاون ما بين مستشفى أوتيل ديو ومؤسسة الطفولة السعيدة. مثل ما شفنا نحن عنا التريتمنتس اللي عم نعملها من مدة 3 سنين لهلا كتير كترت، لدرجة انه مثل المشروع اللي عم نعمل اليوم هو عم نكبر السنتر، لانه في ديماند كتير مشان هالاشي، خصوصا من العيال بلبنان، مش بس ببيروت حوالي بيروت، بس من كل المناطق بلبنان. من 5 سنين صار معي اكسيدون سباينال كورد انجري، ف ما كان في هز كليا من الرقبة وكل شي نزول، ما كان في حتى اتنفس لحالي يعني، والحكمة هون ما كانوا كتير انه بوزيتيف، انه قالوا لأهلي انه بركي ما اقدر ارجع امشي، ما اقدر اتحرك. نحنا بلبنان وحوالينا كتير في حرب، كان في حرب بلبنان، يعني في عنا من كل مشاكل، يعني حدا انه ناقصه اجر، حدا صار معه شي براسه، يعني عن جد انه it's important to, you know, to
to have a center مثل هيدا بلبنان. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي تم التجول داخل المركز والتعرف على حالات عم تتعالج وعلى الأخصائيين الفيزيائيين. دعاء عم نعملها إعادة تأهيل للمشي تبعها وللتوازن تبعها، لأنه هي بعمر مفروض تكون بعدها هلأ عم تمشي وفي توازن وكل شيء، بس هي في عندها تأخر بهذا الشيء، فكرمل هيك عم نتمرن على المشي وعلى التوازن. الخدمة عن جد كتير ممتازة، وأنا بشكر عن جد الإكيب العمل بفضلهم دودو كتير تقدمت خلال هالـ18 عم هديها بتمشي عم توقف هلأ على البالانس بليت لوحدها. صراحة ابني عنده مشكلة من الولادة فجينا لهون حتى نعالجها. هو عنده شلل نصفي وعنده نقص أكسجين بالرأس، فهون كتير مرتاحين وبصراحة عم نعمله اللي لازم. يعني هو لازم يكون فيه أكثر من هيك بكتير، ولازم يدوه كتير على هالحالات هيدي. فما بعرف، ويعني صرنا كتير برمين، يعني أكثر شيء ارتحنا هون نحن. يعني هو ولد خلق عنده شلل دماغي، هذا الشيء أدى لعدة مشاكل وعنده مثل تشنج صغير بالعضلة، فنعمل له من فترة عملية لوركو كان حاطط جفسين، فنحن هلأ هون عم نساعده حتى يرجع يقدر يحرك إجريه ويرجع يقدر يطوي. يعني مثل ما تشوفي هيك نتابع حلقتنا لننتقل إلى اللقاء يلي نظمه مشروع ماد جينيريشن بأوتيل موفنبيك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاغتراب بأوروبا ولبنان ودول المنطقة. تقرير بيعطينا كل التفاصيل. بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الاغتراب بأوروبا وبين لبنان الأردن وفلسطين، نظم مشروع ماد جينيريشن لقاء عمل جمع بين دول المنطقة ومجموعة خبراء دوليين لعرض تجاربهم وبحث كيفية تطوير مناخ الأعمال بالدول الثلاثة. الهدف منها هو إنه الاغتراب يدعم الطاقات الشابة بتعزيز موقعها هون، وكمان يسمح لناس الاغتراب اللي حابين يرجعوا يعملوا انفستمنت بالبلد انه يقدر كمان يتأمن لهم هالشيء اللازم. هيدا طلع معنا ليستا بانه لازم نركز، لبنان لازم يركز على التعليم وعلى التكنولوجيا وعلى قطاع الهيلث كير، يعني الصحة. يعني النقاش دائر حول ما هي الفرص في جلب التجارب الفلسطينية أو اللبنانية أو الأردنية في الخارج لأنها ترجع جزء من خبراتها لبلدها. بناء العلاقات بين الاغتراب والوطن الأم هو أهم في الحدث، فمن خلال ورش العمل واللقاءات الجانبية بيقدر رجال الأعمال العرب الاستفادة من تجارب المستثمرين بالدول الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادهم. في ثلاث في برأينا نحن أطلقنا هالمبادرة من حوالي سنة وعم نجرب يعني نطورها. برأينا أنه عنا هالخبرات وعنا هالعلاقات العالمية وعندنا كمان طبعا ثروات ببلاد الاغتراب لدى اللبنانيين يكونوا مصرفيين أو رجال أعمال. إذا نحن بدنا نسخر كل هالأمور لتشجيع الاستثمار بلبنان وتشجيع القطاع الأعمال بلبنان. في عنا هدفين، الهدف الأول أنه إحنا كهيئة استثمار ومعنيين بمشروع استقطاب الخبرات والكفاءات الأردنية المقيمة بالخارج، بدنا نشوف شو أفضل الممارسات التي تتم تطبيقها في لبنان وفي فلسطين عشان نحاول نأخذ أفضل الممارسات نطبقها عنا في الأردن. البرنامج المعتمد من ماد جينيريشن قدر لليوم انه يساعد عشرات الشركات العربية وتوفير كل الدعم اللازم لنجاحها من خلال العلاقات والاتصالات وعقد صفقات الأعمال بين الوطن الأم والخارج.
نتابع حلقتنا لننتقل إلى حفل افتتاح الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية الفنية اللي بتستقبلها العاصمة بيروت كل سنة، بيروت أرت فير، بتنظيم من مؤسسة سوليدير. أقيم هالمعرض يلي شارك فيه أكثر من 18 دولة وعرض لها أكثر من 1500 عمل فني. تقرير عن هالمعرض يلي مستمر لغاية 20 أيلول نتابعه سوا. ٣٠٠ فنان، أكثر من 1500 عمل فني، 51 صالة عرض لبنانية من أكثر من 19 دولة عالمية، واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والفنية بالعالم العربي، 5 دورات متتالية، واليوم تم افتتاح الدورة السادسة من معرض بيروت أرت فير بحضور السيدة لمى تمام سلام وزير الثقافة ووزير السياحة ومجموعة كبيرة من السفراء والسياسيين وبرعاية بنك ميد، بالإضافة لأكثر من 1000 شخص لحضره خصيصاً لاكتشاف صالات عرض لبنانية ودولية جديدة للفن الحديث والمعاصر وللتصميم. الفن والحضارة والتراث والمجتمع المدني اللي هو أصبح يعني عنده احتراف كتير عالي بلبنان اللي بيعكس الصورة اللي نحن بدنا إياها أكيد. Je suis émerveillé par le dynamisme, l'énergie de la culture et de l'art ici au Liban. هي هاي اللوحة كانت بكولكشن اسمها تايلر ميد وهي مثل ما بتشوفي شغل خياطة مع ميكست ميديا. بيروت أرت فير هو مكان في جاليريز منوعين ينبسط الواحد انه يكون موجود من ضمنهم. فلا لذيذ هذا الشيء. صالة جاليري التجليات دائما كل سنة بنشترك بالارت فير، بس نحن هي أول سنة بنشترك وعندنا جاليري ببيروت، يعني نحن دائما بنشترك جاليري جاي من الشام. طام تو ريكومونس لا كولتور ريزيستانس أوكسيجين يا كو دو بيان، كو دي بيل شوز، فيف لو ليبان. لوحات فنية، منحوتات، صور فوتوغرافية، تجهيزات، أداء وفيديو جسدوا معرض بيروت أرت فير بدورته السادسة، فتمكن الحضور بالتعرف إلى آخر أعمال الفنانين اللي تنوعت أساليبهم فتراوحت ما بين الفن الحديث، المعاصر، الكلاسيكي، التجريبي والفن السابق عصره بمعرض بنظمه سنوياً لوغ دوتفيل وباسكال أودير. رسمت بيروت، رحت مشيت أنا بطرقات بيروت وصرت أرسم كل شيء بيمثل بيروت، إن كان الدكاكين، البيوت القديمة، ورحت على المرفأ. سميته فارو قبل كل شيء، اسمه فارو، عملت له مثل قصة، دخلت موضوع قصة أبراهام لما ربنا بعت له خروف محل إسماعيل حتى الإنسان ببقى يضحي يعطي تضحية إنسان لإنسان. جبته بموضوع بهالفكرة. اللي نازل بموضوع محدد collection of eight tables بسميهم formidable. الموضوع تبع formidable هو الإنسان. بيرتو أول مرة بليبانيز ديزاينر تعمل ديزاين على التليفون. وفيرتو حبوا كثير هذا الديزاين وراح يكون وان يونيك بيس. Je content que ce salon continue et se développe de plus en plus et commence à prendre une dimension par le monde. معرض بيروت أرت فير تظاهرة ثقافية بتنضاف على حياة بيروت الثقافية لتبرهن انه بتبقى بيروت منبع للفن والثقافة، والدليل معرض بيروت أرت فير المستمر لغاية 20 ايلول بمجمع البيان. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، مثل العادة الختام بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة على الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. بدأ امبارح الجمعة العد التنازلي لألف يوم من بداية نهائيات كأس العالم في روسيا، حيث استمتعت الجماهير بطعم أعظم المسابقات الكروية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.
الساحة الشهيرة تم تحويلها لملعب لكرة القدم بمشاركة لاعبين دون 16 سنة من إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، آخر ثلاث دول تفوز بنهائيات كأس العالم. العد التنازلي اللي بدأ امبارح الجمعة تم فيه الكشف عن ساعة التوقيت النهائيات والتي قام بتشغيل لاعبي المنتخبات الفائزة بكأس العالم في السابق، لوثر ماتيوس من ألمانيا، جان لوكا زامبروتا من إيطاليا، وفرناندو هييرو من إسبانيا، والروسي إيغور أكنيفييف. وحضر الحفل عدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لا يزال اسم الفيفا متورط بفضائح الفساد المتعلقة بمنح روسيا استضافة نهائيات كأس العالم 2018. وكان يوم الخميس 17 سبتمبر الحالي تم إيقاف السكرتير العام للفيفا جيروم فالكي عن عمله حتى إشعار آخر بسبب مزاعم تورطه بفضائح التذاكر. وقال الكريملين أن روسيا نافست بأمانة في الترشح لاستضافة النهائيات، وأن اختيار البلاد لاحتضان النهائيات لا غبار عليه. وتمت عملية العد التنازلي متزامنة في أكثر من 30 مدينة روسية من ضمنها سان بطرسبرغ وكازان. نهائيات 2018 ستقام فيها أول مباراة على ملعب لويزينكي بالعاصمة موسكو في 14 من شهر يونيو 2018. كرمت جامعة لويزفيل ومقرها في ولاية كنتاكي الأمريكية نجم الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي. الجامعة منحت الملاكم الوزن الثقيل السابق جائزة جروميير، الجائزة اللي بتدخل عام 30. لوني علي زوجة المكرم ألقت كلمة نيابة عنه في الاحتفال، وتمنح الجائزة لأشخاص أثروا على العالم خلال معتقداتهم أو أفعالهم ومساهمتهم في جعل العالم مكان أفضل. وفضلا عن تسليم الجائزة، تتضمن احتفالات جائزة جروميير سلسلة من الفعاليات تستمر شهر، من بينها محاضرات يلقيها الفائزين السابقين. نزل لاعبي ريال مدريد الإسباني إلى حصة التمرين امبارح الجمعة استعدادا لملاقاة غرناطة ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وسيعود اللاعب فاراني إلى التشكيلة بعد ما عانى من إصابة في الكاحل، لكن اللاعبين راموس وبيل غائبين بداعي الإصابة. المدرب رافائيل بنيتيز قال إنه لا يعبأ بالإصابات كثيرا لأنه في فريق وخبرات كبيرة ولاعبين بدلاء أقوياء. وهنأ المدرب المنتخب الإسباني لكرة السلة بتأهله إلى نهائي أمم أوروبا يوم الخميس، وشبه كريستيانو رونالدو ببول غازول عملاق السلة الإسباني. وقال: قلت سابقا أنه في فريق لاعبين ممتازين كثر ولا مشكلات لدينا مع الإصابات. أنا حزين بسبب الإصابات، لكنها ليست مشكلة كبيرة لدينا بحكم قوة فريقنا وبدلائه. أنا متفائل بتعافي جارث بيل قريبا، لكن علينا أن ننتظر ونرى كيف تسير الأمور. سأتحدث مع مدرب منتخب ويلز حول حال بيل وإمكانية عدم مشاركته مع المنتخب. وتابع كريستيانو رونالدو هو اللاعب الشبيه بعملاق السلة بول غازول. طبعا إن رونالدو لاعب أساسي مهم لنا، وهو يساعد فرقه في الفوز بالألقاب. إسبانيا تأهلت إلى النهائي يوم الخميس لأنه لعبوا لعب جماعي لا بفضل لاعب واحد فقط. هذه هي حالنا.